فكانت هذه المسألة أنموذجا لعلم جليل من العلوم الجذرية التي يبني عليها المتكلمون بحوثهم، ألا وهو علم المقالات. هذه المسألة وهذا النموذج الذي نتكلم فيه أنموذج لعلم خفي عند المتكلمين لا يكاد يعرف ولا يتكلم الناس عنه كما ينبغي، وهو علم المقالات. ومعنى هذا أن الواحد من كبار المتكلمين كان يريد أن يتصفح ما يحيط بنا من الآراء والأطروحات والفلسفات والمقولات التي تقول بها المعتزلة أو الجبرية أو الجهمية أو الشيعة أو القدرية أو الفلاسفة بطوائفها أو النصارى أو اليهود، فنبدأ بتصفح ما حولنا، ما يموج به المجتمع والعالم من حولنا من مقولات ورؤى وفلسفات، ثم نشتبك مع تلك المقولات بالنقاش، فنخلص إلى الحكم على بعض هذه الأطروحات بالصحة وأنها دقيقة ومدركها سليم، أو أن نحكم على هذه المقولات بأنها باطلة. إذن نحن عندنا عمل تراكمي، الأمر الأول التصفح والحصر لما هو محيط بنا من المقالات وأربابها، الأمر الثاني الدقة في تلخيص تلك المقالات حتى تكون مطابقة لما يريده أرباب كل مذهب، بحيث لا ألخص كلامهم ثم أشرع في الرد والجواب فيأتي بعد زمن ويقول هذا الكلام الذي تحكيه عني وترد عليه غير مطابق لما أقول، لم تحسن فهم مقولتي، ليس هذا الذي أقول به. فحذرا من مثل هذا شرع الأكابر من علماء الكلام في هذه الأمة وهم الدرع الخارجي لأمة الإسلام في التصفح والحصر لكل ما يطرح في محيط الأمة من مقولات وآراء وفلسفات ورؤى وأطروحات، ويلخصون مقولات هؤلاء القوم، ثم بعد التلخيص الدقيق يأتي بعد ذلك النقاش الكلامي وتنصب ميادين المناظرة والجدل حتى يتبين الحق من الباطل. فاستعمال الآلة الكلامية في النقاش والتفكيك والمناظرة مبني على الدقة في حكاية مقولات أرباب المقولات. فبدأ الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه بالتأسيس لهذا الفن العلمي الدقيق، علم المقالات، فألف كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وقد طبع في مجلدين، وهو من أهم كتب الإمام أبي الحسن الأشعري، وليس فيه نقاش، يعني لم يستعمل في كتابه المحاورة والإبطال والإحقاق، لأن الكتاب لم يؤلف أصلاً لمناقشة كل مقولة، إنما جاء الكتاب في الأصل ليكون جمهرة دقيقة حاوية للمقولات الدقيقة الملخصة لكل ما حولنا من الفرق. ثم ألف كتابا ثانيا لم يطبع، وهو مقالات الملحدين، وتأليف مثل هذا النمط من الكتب أو إخراج هذا النوع من العلوم، علم مقالات الفرق، يستدعي إجراء علميا في غاية العسر والمشقة، لأن معناه أن المعتزلة
فرقة موجودة ولها نشاط وتأثير ومد ولها مقولات وأطروحات ونظريات ولها نشطاء من المتمكنين من العلوم العقلية والمنظرين لأطروحاتهم وآرائهم وهم يعملون من حولنا في المجتمع. فلكي ألخص مقولات المعتزلة على وجه دقيق يقتضي هذا مني أن أجمع الكتب الكبار المعتمدة عندهم التي إذا ما نقلت عنها سلموا لي النقل، هذه كتب معبرة عن المذهب، وأستقصي من تلك الكتب ما أستطيع، ثم أعكف على قراءة تلك الكتب قراءة دقيقة مستوعبة بحيث أعتصر ما في تلك الكتب من الكلمات المفتاحية والنظريات الكلية الكامنة في تلك الكتب، بعيدا عن الجدال والنقاش والحجاج والإلزامات التي تحفل بها تلك الكتب، بل أستخلص منها المقولات الرئيسية التي يبني عليها هؤلاء مذهبهم. فيستغرق هذا مني زمنا طويلا. أولا هناك عمل تحضيري مطول وهو الجمع والحصر والاستيعاب لكتاباتهم وتآليفهم المعبرة عن مذهبهم والمعتمدة عندهم. نمرة 2 الانكباب على تلك الكتب قراءة واعتصارا حتى أستطيع أن أستخرج اللباب والجوهر والعبارات المفتاحية والنظريات الكلية. نمرة 3 التكييف الكلامي، أن هذه المقولة تلتحق بأي باب من أبواب علم الكلام وتندرج تحت أي مسألة، وأي البراهين أليق وأصلح للحوار معها. نمرة 4 يأتي ما يسمى بعلم الكلام في الحقيقة، وهو الاشتباك مع تلك المقولة بالنقاش والتفكيك والنظر وتقليب أوجه النظر فيها والغوص على مداركها ومعرفة مدى الدقة في تخريجها العقلي ومعرفة مدى الاضطراب الواقع فيها أو عدم اتساقها مع الأدلة الكلية من الكتاب والسنة. فكأن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى لكي يستخرج هذا الكتاب في مجلدين ويلخص فيه مقولات الفلاسفة والمعتزلة والشيعة والقدرية والجهمية، كأنه أنفق عمرا طويلا سنوات طوال في جمع التراث المعبر عن كل نحلة وفرقة مع الانكباب عليه قراءة وتدقيقا واعتصارا حتى يخلص في النهاية إلى أن يلخص كل مذهب في 6-7 نقاط أو مسائل، كل هذا مع نشاطه الجم في ملاقات أرباب الفرق ومناظرتهم والتدقيق في مقولاتهم التي يزعمونها والمحاورة معهم بحيث يستفيد من هذه المسالك جميعا في أن يحكي عن المعتزلة مثلا مذهبهم ملخصا في نقاط محددة في غاية الدقة والمطابقة لمرادهم. فلا يمكن لأحد أن يأتي بعد ذلك ويقول أنت غير دقيق في حكاية مذهبي، فيسمى هذا بعلم المقالات، وهو الجذر والأساس الذي ينطلق منه المتكلم، إذ ليس للمتكلم أن يبدأ عمله إذا كانت مقولة الخصم منتشرة مضطربة مشوشة غير بينة. قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة، طع
طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.